ينضم إلينا من جنين مراسل الغد خالد بدير. خالد، لو تضعنا بالمزيد حول ملابسات عملية الاقتحام وما أسفر عنها. نعم، سلسلة من عمليات المداهمة لم تكن مقتصرة فقط على مدينة جنين، بل شملت مدن الضفة الغربية من الخليل إلى رام الله إلى نابلس إلى طوباس، وصولا إلى مدينة جنين ساعات صباح هذا اليوم. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد على اعتقال 17 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومصادرة أموال كانت مخصصة حسب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات ينوي تنفيذها باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما حدث صباح هذا اليوم في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين، محاصرة لأحد المنازل في محاولة لاعتقال شاب فلسطيني، اندلع خلالها مواجهات في طرق وشوارع بلدة قباطية، إذ دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة ساعات صباح هذا اليوم، وتمكن من اعتقال 3 شبان فلسطينيين. وخلال الانسحاب اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة داخل البلدة، أصيب على إثرها الشاب طاهر محمد زكارنا 19 عاما بثلاث رصاصات، واحدة في الرأس والأخرى في القدم اليمنى والأخرى في الفخذ الأيسر، بالإضافة إلى حروق متنوعة في أنحاء جسده. نقل إلى مستشفى الرازي في ظروف صحية صعبة للغاية، وبعد ذلك أعلن عن استشهاده قبل قليل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. خلال المواجهات كانت هنالك أيضا إصابة ثانية لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدم، وأيضا نقل إلى مستشفى الرازي لتلقي العلاج. خلال ساعات الليل شهدت مدن طوباس ونابلس وجنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. كتيبة نابلس وكتيبة جنين وكذلك أيضا عدد من المقاومين في مدينة طوباس أكدوا على خوض اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود. هذا يأتي طبعا بالتزامن مع استمرار اليوم الثاني من عملية المداهمة والتمشيط والملاحقة في مناطق الأغوار الشمالية للمنفذ الثالث لعملية إطلاق النار أمس، التي أسفرت عن إصابة 6 من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأحدهم كانت إصابته خطيرة. مسؤول ملف الاستيطان في مناطق الأغوار يؤكد لنا أن جيش الاحتلال أغلق عدد من الطرق الترابية والطرق على البلدات والمضارب البدوية في مناطق الأغوار الشمالية، تحديدا بالقرب من عطوف والبقيعة والجفتلك. في تلك المناطق يشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية، بالإضافة إلى أن حاجز الحمراء إلى الجنوب إلى الشرق من مدينة نابلس يشهد طبعا تجديدات كبيرة جدا من قبل جيش الاحتلال، وهذا الحاجز يفصل مناطق الأغوار عن مناطق نابلس في إطار البحث عن رجل 30. يعني الملاحظ بأن عمليات التصعيد الإسرائيلية مستمرة، هنالك تكثيف وتوسيع في عملية المداهمة والاعتقالات الليلية في مناطق الضفة الغربية. يعني لهذا اليوم شملت بالمجمل يعني غالبية المدن الفلسطينية حين نتحدث عن الخليل، وكذلك رام الله، نابلس، طوباس، وكذلك أيضا الحال في جنين. كذلك أيضا بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال بأنه تم اعتقال شابين اثنين من محيط مدينة قلقيلية يتهمهم بإلقاء زجاجات حارقة صوب حافلة للمستوطنين بالقرب من بلدة عزون ساعات مساء الأمس، وهنالك اندلعت مواجهات ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية. إذن بصورة عامة الضفة على صفيح ساخن لا يمر يوم إلا وتشهد تمت عمليات اشتباكات وإطلاق نار باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين الآخر يرد بعمليات المداهمة والتمشيط والتضييق، ولربما عملية واسعة أو انفجار للمشهد في مناطق الضفية بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ خلال لربما الفترة القادمة قبيل الأعياد اليهودية. أشكرك من جنين مراسل الغد خالد بدير.